ترسمني في ليلك نجمة ضياء يلمع في العين. إليسا تقلق الجمهور على صحتها. سافرت إلى أمريكا للخضوع لعملية جراحية في يدها، وهذا أول تعليق لها. مخرج لبناني أثار جدلاً واسعاً حول صحتها، تمنى لها الشفاء العاجل، وهي تخرج عن صمتها وتطمئن الجمهور. بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس. سيطر قلقاً كبيراً بين المتابعين على صحة الفنانة اللبنانية إليسا، وذلك بعد الكشف عن سفرها إلى أمريكا من أجل العلاج. وفي التفاصيل، فقد أعلنت إليسا على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر عن توجهها إلى أمريكا دون الكشف عن أي تفاصيل، إلا أنه كان لافتاً تعليق المخرج اللبناني توني سمعان على التغريدة متمنياً لها الشفاء العاجل والسريع، وكتب: أطيب تمنياتي لك بالشفاء السريع والكامل. وردت عليه إليسا قائلة: شكراً لك عزيزي. وقد تفاعل كثير من المتابعين مع الموضوع، معربين عن قلقهم على صحة إليسا، داعين لها بالشفاء العاجل. وبعد الكثير من التساؤلات عن صحتها والعلاج الذي ستخضع له في أمريكا، خرجت إليسا عن صمتها لتطمئن الجمهور، وكتبت على صفحتها الخاصة عبر تويتر: أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي، لا داعي للقلق أو الذعر، شكراً لسؤالكم، أحبكم. يشار إلى أن الفنانة إليسا كانت أثارت الجدل من جديد بسبب يدها، وذلك بعد ظهورها بيد مصابة في حفلها الذي أحيته في مصر. وفي التفاصيل، فقد ظهرت إليسا في الحفل وهي ترتدي قفازاً بيدها، وذلك أثناء أحيائها حفلاً خاصاً في دبي. وقبل أيام من هذا الحفل، كانت ظهرت الفنانة إليسا، وتحديداً في حفلها الذي أحيته بمشاركة الفنان اللبناني راغب علامة بمناسبة افتتاح مهرجان زاد بارك الموسيقي في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة بيد مصابة، وهو ما أقلق الجمهور على صحتها، متسائلين عن تفاصيل ما حصل ليدها ومتمنين لها الشفاء العاجل. وبعد الجدل الذي سببته بسبب ظهورها بهذا الشكل، كانت أوضحت إليسا الأمر خلال مؤتمر صحفي على هامش حفل أحيته في الكويت، مشيرة إلى أنها قطعت يدها بالخطأ، والجرح تمت خياطته وقد أخفته بالقفازات. وقالت: قصيت إيدي بالغلط ومقطبة، وقلت بخبي الجرح بلبس قفاز.